ايه هند، شو صار معك؟ ليش ما خبرك حاتم من شان الجمعية؟ شو؟ طيب اوكي، يعني مو مخبرة على القصة من أصله. العمى على شو ناوي؟ بده يلبسني القصة لحالي؟ لا ما بيقدر، إلا إذا كان ناوي على شي نية. تفضلي حبيبتي، هي دفتر العيلة وجواز السفر. كتير منيح. بتعرفي شو كريمة؟ اطلعي على غرفتي ولبسي شي مثالي، وهلأ بطريقنا بنمرق وناخد ابنك. شكراً كتير إلك مدام. يلا تحل الغسالة وشوفي شو بقيانا. عم جد يسلم إليك مدام، شكراً كتير. شو ما عم ترد دلال على الرقم اللي عطتك اياه؟ عم تطلع خارج التغطية، وهي عم تقول ما بتعرف عنوان بيتها. بس هي شغلتنا، كشولي بيتها لدلال. حاضر. عيادة الدكتورة هدوي. أهلين ست دلال، اتركي المكتب واطلع لي شوفي. حاضر ست دلال، رح ضب كل شيء واجي فورا. حاضر.